وربنا جل في علاه نزه نفسه عن الظلم، فقال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.